مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في سلسلة حلقات كن آمنا. تحدثنا مع حضراتكم في الحلقات السابقة عن المدرسة من الداخل، وابتدينا خدنا البوابة وبعدين الساحة ومحتوياتها، ويمكن على رأس الموجود فيها من مباني دورات المياه. ثم تحدثنا عن المباني الإدارية سواء مكاتب أو فصول. النهارده ان شاء الله بنستكمل معاكم، هنخش الورش ونتكلم. وطبعا كلمه معمل او ورشه، يعني كثير من الدول العربيه تستخدم كلمه معمل كورشه. فطبعا احنا بناخد الحاجه الاكثر خطوره، يعني احيانا في معامل الفيزياء والكيمياء والكمبيوتر، ولكنها الخطوره فيها اقل من الورش، وخاصه الورش الميكانيكيه. فالنهاردة إن شاء الله نبتدي نتكلم على بعض المخاطر، وإيه برنامج السلامة المفترض يبقى موجود داخل الورشة. قبل ما نتكلم عن كده، اسمحوا لي نرحب بالأستاذ محمد شعبان، معلم أهلا. خبير. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. الأستاذ محمد طبعا كان ضيفنا في حلقة سابقة وتحدث عن أهمية السلامة، والراجل مهتم ب علم السلامة، وإن شاء الله نستفيد منه على بعض الأسئلة اللي تطرح عليه. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بيك مرة أهلا ثانية. أهلا بيك. أستاذ محمد، إحنا يمكن زي ما حضرتك شفت كده في المقدمة تحدثنا عن المدرسة بداية، حاجة حاجة بنحاول نسلط الضوء على نقطة نقطة، ولكن أنا يمكن نزلنا بصينا في بعض المدارس وجدنا أن نسبة الخطورة العالية جدا تكاد تكون داخل الورش للمدارس الفنية عموما كلها، والخطورة يعني بتختلف من قسم لآخر حسب تخصصاته. ووجدنا حتى أن الأقسام الميكانيكية تكاد تكون هي الأعلى خطورة. فسؤالي هيبقى لحضرتك، لو احنا داخل ورشة أو تخصص ما، المفترض أن يبقى عندي برنامج للسلامة، فايه اللي تشوفه حضرتك كبرنامج المفروض يبقى موضوع واليات تنفيذه؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشكر حضرتك على المقدمه الجميله ديت. الله يخليك. وعشان اتكلم على برنامج سلامه داخل ورشه، موضوع كبير، بس انا عايز اتكلم في كام نقطه مهمين جدا ويكاد بنغفلهم. اتفضل. الا وهو البعد الأمني اللي جوه الورشة. تمام. من أول نوعية أرضيات الورشة. تمام. أو المعمل باختلاف تخصصها. تمام. يعني على سبيل المثال. تفضل. أنا عندي تخصصات زغرفة، عندي تخصصات ميكانيكا من أخطر التخصصات، عندي تخصصات بتستخدم مواد مشتعلة، طبيعة شغلها كده. تمام. عندي تخصصات الكهرباء برضو، ما تقلش خطورة ككهرباء، كمشاكل ممكن تحصل من الكهرباء سواء على الطلبة أو العاملين، يعني ما بفرقش ما بين الطالب وبين، يعني يهمنا السلامة بشكل عام. هي تمام. القوة البشرية عامة. أنا عندي عندي مشكلة في نوعية الأرضيات، يعني أنا عندي لو في أقسام ميكانيكا عندي معدات، عندي مقاشط، عندي مخارط، عندي معدات بالفعل تقيلة، فمحتاجة نوعية أرضيات تستحمل المعدة دي. تمام. يعني احنا اللي بنقول عليها الأرضيات الخرسانية. تمام. ذات مواصفات معينة بحيث ان هي بيبقى عليها جهد معين من الآلة. تمام. وضغط تتحمله. تمام. لان لو ما ثبتش الآلة كويس هيحصل عندي مشاكل كتير. أكيد. نفس الكلام المعامل المختلفة، اذا كان قسم كهرباء او معمل العلوم، بتختلف طبيعة الارضيات. انا عندي قسم كهرباء المفروض يكون عندي ارضيه ليها مواصفات خاصه عازله للتيار الكهربي، ما تجيش انا اعمل سيراميك، ما تجيش انا اعمل بلاط، لازم يكون نوع عازل، وليكن عنده نوعين، يا خشب. طيب يا مواد بلاستيك. اسمح لي يا باشمهندس، يمكن حضرتك قلت جزئيه جميله قوي كبدايه. فضل. ان حضرتك عايز تاخد التخطيط من الاول. تمام. للمكان. تمام. وما يحتويه. تمام. طيب ده ما بيحطناش على ان يعني يمكن كثير من مدارسنا البعد الامني زي ما حضرتك تفضلت ما بين الاله والتانيه ما بيبقاش احيانا قريب بدرجه يعني احيانا تخوف. تمام. هي مشكله.
وخلينا نكون واقعيين، احنا لازم نتعامل، يعني احنا في عندنا شقين، يا بكلم عن تأسيس جديد يا بكلم عن وضع احنا موجودين فيه. تمام. التأسيس الجديد هي المفروض ان هو توافر فيه الاشتراطات اللي احنا المفروض يعني نراعيها. تمام. طب احنا في وضع فيه مشكلة، انا عندي فيه حوادث بتحصل للطلبة نتيجة ان هو المسافة البيانية اللي بينه وبين الاله ضيقة جدا. تمام. يكاد يكون قريب من جزء ملاصق لظهره. تمام. فبيضغط عليه مع الآلة، بالإضافة إن ما عنديش الآلات نفسها غير معدة كحجب وكتصوير، المفروض هي تكون معدة إن يكون في حاجز بينها وبين الطالب، بالإضافة إن لازم يتوفر عندنا عنصر الأمان. تمام، يعني اللي هو بنقول سيفتي الآلة. لازم. تمام، يعني السلامة الخاصة بالآلة، المفترض إن مواصفات الآلة زي ما فيها مواصفات كهربائية ومواصفات ميكانيكية، مواصفات أمنية، فيها مواصفات أمنية. تمام. اللي هي خاصة بالآلة. تمام. دي حاجة مهمة جدا. عندي هنا فيك حاجة بسيطة برضو جدا ديكاد كلنا بنغفلها، نوعية السلات اللي تبقى موجودة جوه الورش. ما ينفعش ان انا احط في سلة واحدة ورق مع على سبيل المثال الرايش طالع من معدة ليه درجة حرارة. جميل. لو انا دمجت الاتنين مع بعض في سلة واحدة ممكن يحصل لي اشتعال، يحصل لي حريق، وحريق ايه؟ حريق بطيء يكاد ان انا ما اقدرش الاحظه في ذات اليوم، ممكن بعد ما ينتهي اليوم الدراسي. طيب، يحصل حريق. طيب باشمهندس خليني اكون معاك يعني طب، اكثر دقة. طب، يعني انا بعتقد ان الجزء ده من الحديث ربما يكون غير موجود. نعم. في فهم كثير منا، يعني كثير منا شغالين هو ما يعرفش دي، فهل ده يعتبر ده دور او تقصير من الناحية التوعوية داخل مدارسنا ولا ايه رأي حضرتك؟ هو حضرتك يعني ابتدينا بالفعل من خلال فرق السلامة، ان احنا نكون فرق جوه المدرسة تهتم، كل مجموعة تهتم بجانب معين من المدرسة، والمجموعات دي او الفرق دي من المدرسة، من الطلبة، من العاملين. فلو جينا نتكلم عند مجموعات كتيرة جوه المدرسة، هطرد مثلا عند 6 مجموعات، عندي المجموعة العامة، وعندي مجموعة السلامة، وعندي مجموعة الإخلاء، وعندي مجموعة الإطفاء، وعندي مجموعة فصل التيار، وعندي مجموعة الاستقبال. دول أضمهم مع بعض في حزمة واحدة وأسميها مثلا دي خطة إخلاء المدرسة، مشكلة من المجموعات دي، عندها دور جوه الورشة وبره الورشة، ومجموعات منفصلة تهتم بأمور ورشة وتهتم بأمور الإدارة، كل يعمل في تكامل. تمام. ضروري يعني جدا. يعني ده من ضمن البرنامج. تمام. البرنامج. تمام. هدي مثال، كان في بعض الكتابات الأدبية بتتكلم في السلامة والصحة المهنية، يقولك من أخطر المجموعات المفروض نهتم بيها هي مجموعة الإخلاء. قبل مجموعة الإخلاء أنا عدي في مجموعة السلامة. لا، أنا في رأيي المتواضع إن مجموعة السلامة دي أخطر مجموعة، لان مجموعه انا 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 لازم يكون عندي وقايه، ما استناش لما يكون عندي حدث. تمام. فمجموعه السلامه اللي بتقول لي انا عندي في مشكله في المبنى ده، انا عندي في مشكله في الجزئيه دي، انا عندي في مشكله في مبنى مدرسي جنب مدرستي، او مبنى سكني جنب مدرسه هو اللي في مشكله، فيجب ان مجموعه السلامه بتحدد لي المشاكل، بتنبه الاداره، الاداره بتتعامل مع. طيب المشكلة. طب لو انا قلت لك ان في مشكله بدون ما نشير لاي مدرسه، احنا عايزين لا نصدر مشاكل انما بنحاول نقدم حلول، وبنشوف ايه المعوقات وايه السلبيات ونتكلم عن ايجابيات. بالظبط كده. كثير من المدارس بتجد ان في الصندوق اللي هو الخاص بالحريق، ويمكن هنعرض الصوره للشهاده المشاهدين عشان يشوفوها دلوقتي. الصندوق ده المفترض ان جواه بيبقى حاجتين، بيبقى خراطيم اللي هي بتدفع المية في حالة الحريق لا قدر الله، وبيبقى احيانا جنبيه ملحق بيتحط فيه طفاية الحريق. غالبا بتبقى الصندوق فاضي، لا فيه طفاية ولا فيه خراطيم الحريق. تمام. بالفعل دي مشكلة موجودة، ولو اتواجد الخرطوم وتواجد الطفاية ممكن نلاحظ ان الخرطوم لا يصلح للاستخدام. ليه؟ لان ما بتعملش عليه كشف باستمرار. لا، انا اسمح لي، انا عايز حضرتك تتكلم على مدى اهميه وجوده. لا، مهم يعني جدا. انا يمكن هنوري الساده المشاهدين دلوقتي. انا اولا يعني عندي نجيب كده من البدايه، نقول ان الصندوق ده المفروض يتحط في مكان في طرقه
في بداية وفي نهاية طرقة أو ممر عشان استخدمه إذا حصل حريق. أنا عندي الخرطوم ده بيتحرك لمسافة بعيدة، تمام معايا؟ فلازم إن يتوفر في الاشتراطات إن هو بالفعل يكون شغال، تمام، وظيفته. لو أنا عندي ورشة على مسافة معينة وليكن على 5 متر 10 متر 20 متر، لازم ده يكون معايا متحرك بحيث إن يقوم لي بالغرض المنوط بيه، تمام معايا؟ طب أنا برضو لو أنا حطيت الصندوق ده في مكان أو في ممر أو في ممر طوارئ، كل عوائق، تمام. ده بيدفعنا ان احنا كمان المفترض مع الصندوق كمان الطفايات، تمام، يعني حتى المفترض ممكن تلاقي احيانا بعض الطفايات محطوطه فاضيه او منتهى الصلاحيه، يعني او منتهى الصلاحيه، يعني زيها زي عدمها، يعني كل مش انا نستفيد بيها. حضرتك المجموعات اللي بيتم تشكيلها من انها مجموعه بتتابع بشكل مستمر صلاحيات تجريب المستمر للطفايات او للخراطيم بشكل مناسب، مع وجود طلبه، مع موجود معلمين او عاملين في نفس المدرسه بتتابع ده باستمرار، واي مشاكل او اي ملاحظات بتلاقيها بتنوه لها لاداره المدرسه بحيث انها تتعامل مع الموقف. تمام. وطبعا انا يمكن في يعني اللقطه الاخيره كده عايزين بس نوري الساده المشاهدين، المفترض ان يبقى ورا كل طفايه في لوحه ارشاديه، يعني افرض البعض حضر التدريب ولكن جزء ما حضرش، تمام، اللوحات الارشاديه هتخليه في حاله لا قدر الله الحريق يبقى عارف ان في خطوه 2 3، تمام، يبتدي يشتغل عليها. ده بالاضافه ان لازم يكون عندي لوح ارشاديه لاتجاه المخارج، تمام، ده حاجه. الحاجه الثانيه، طب انا لو عندي مبنى ما فيهوش غير مخرج واحد، دي ليها اسلوب في التعامل، بمعنى وعندي بيحصل اطفاء من رجال الاطفاء في نفس الوقت، يعني عندي انزال هروب بخرج طوارئ وعندي اطفاء، تمام، في الفتره دي انا لازم اخرج بتكنيك معين. الطلبه تخرج من اليمين السلم ومن يسار السلم في صفوف هاديه وملتزم، وفي المنتصف بيتعاملوا رجال الاطفاء في حاله حدوث حريق، معايا؟ عايزين يسيطروا عليه. ده لان انا طبعا حضرتك في بعض المدارس بالفعل المبنى ما فيهوش غير سلم واحد، ونتمنى ان يكون السلم معلوش عوائق. ايوه، مشكله ثانيه، مشكله ثانيه. فاكيد حضرتك لازم يكون عندي ارشادات مش في المهارب بس او في الطوارئ بس، انا عندي ارشادات في المعدات، ما هو ده يعني كل المنظومه مرتبطه ببعضها. عندي على المعده لازم يكون عندها ارشادات استخدام، اسلوب تشغيلها، اسلوب اذا حصل مشكله ايه اللي مطلوب تعمله، 1 2 3. الكلام ده من خلال برضو المجموعات موجود معاها المسؤولين عن البرنامج او المسؤولين عن المجموعه اللي موجوده، بالاضافه للارشادات زي ما حضرتك قلت. نفترض ان في حد ما يعرفش او ما يعني مش مشترك في المجموعه ديت، او ان حصل موقف هو مكان متجاهل سابقا، هو الاقرب للمكان، التعليمات يبتدي ينفذ على طول، التعليمات بالتفصيل. حتى حضرتك في عندنا جرده للرمل المهم جدا، طبعا وضع الطفايه، وضع الطفايه يعني المفروض الطفايه من قمتها للارض ما زادش عن 1.5 متر عشان سهوله التناول، ولازم تبقى متشافه، او بمعنى بقول ايه، لازم تكون واضحه للرؤيه، تمام، عشان اتعامل معاها. لازم يكون الممر ما فيهوش عوائق، لازم في حاجات كتير جدا احنا بنراعي بعضها في مؤسساتنا التعليميه، وفي بعض المؤسسات ما بنراعاش، على الرغم ان الامكانيات موجوده، الطفايات موجوده، لكن هو سلوك ورغبة على العمل. تمام. باشمهندس محمد شعبان، معلم خبير، نشكرك على المعلومات القيمة، ونتمنى ان يكون مشاهدينا استفادوا منها. بنوجه لك التحية والشكر مرة تانية، يعني انت شرفتنا وتحدثت عن كثير في مجالات السلام، وان شاء الله نشرف بيك في حلقات قادمة. شكرا جدا للاستضافة. اشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله.
مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا يمكن قبل الفاصل تحدثنا مع حضراتكم عن جزء من السلامة والصحة المهنية داخل الورش، وإن لفظ كلمة معمل يستخدم في كثير من الدول العربية بمعنى كلمة ورشة، وإحنا طبعا اخترنا الورشة على أساس الأماكن الأكثر خطورة. اسمحوا لي في الجزء الثاني من الحلقة أرحب معاكم بضيفي وضيفكم الباشمهندس ممدوح السيد. أهلا وسهلا باشمهندس. باشمهندس ممدوح السيد معلم خبير في مدرسة من مدارسنا الصناعية ومهتم بأمور السلامة، فنتمنى إن شاء الله إن احنا نستفيد منه بعض المعلومات. مرة تانية أرحب بك يا باشمهندس. أهلا بك. يمكن تحنا مع الضيف اللي قبل حضرتك الباشمهندس محمد شعبان عن الخطة أو البرنامج اللي المفروض يتحط داخل ورشة. وقلنا إن التخصصات سواء تخصصات كهربائية أو تخصصات ميكانيكية درجة الخطورة بتختلف من مكان لمكان. نعم. تمام. هيتبقى عندي عشان تبقى احنا خدنا الى حد ما يعني فكرة عن هذه السلسلة، هيتبقى عندي جزئية مهمة قوي عشان ما نكونش تغفلناها، اللي هي بقى متطلبات. يعني النهاردة انا عندي برنامج، عندي امور المنشأة والافراد. طيب ايه هي المتطلبات بالنسبة للسلامة داخل مدارسنا وبالصفة خاصة التعليم داخل التعليم الفني؟ لان انا بعتبر ان الورش الاكثر خطورة داخل التعليم الفني. هي المتطلبات ممكن للمباني داخل الورش للتعليم الفني وللافراد. تمام. لو بدأنا يعني احنا عايزين لو بدأنا نبدأ بالافراد. لو بدأنا المتطلبات بالنسبة للافراد، طبعا احنا عارفين ان اساليب الوقايه بالنسبه للافراد بيخلوها هم اخر حاجه بالنسبه للعمليه، يعني الاهتمام بالفرد داخل العمل سواء كان مدرسه او غيره العمل. لكن هنقول برضك مش الكل، يعني هي تعتبر خط الدفاع الاول للعامل الفني او للطالب الفني في المدرسه الفنيه. طبعا. فلو خدنا ان في عندي شروط لمهمات الوقاية. تمام. اولا يعني تكون مريحة للعامل. يعني حتى لو افترضنا مثلا بداية من الخوزة. ايوة. ليها شروط. ليها شروط. تمام. طيب باشمهندس احنا كمان عايزين نقول ان مش كل ما نتحدث عليه هو واجب لكل فرد، انما هيختلف. يعني يعني الخوذة حضرتك كبداية هنتكلم عليها هي تنفع في بعض التدريبات وما تنفعش في بعض، بس ده اللي احنا عايزين نتفق عليه. طبعا بتختلف من قسم لقسم. تمام. او من مهنة لمهنة. تمام. فانا عندي ان في مهمات الوقاية لها شروط. اولا لازم تقلل المخاطر. تمام. تقلل من المخاطر. تمام. مناسبة للجسم. تمام. لازم تكون حجمها مناسب. تمام. مريحة، شكلها يكون مقبول. طيب اديني الاول دي يعني قبل ما نعرض صورة تشمل، اديني البداية كفرد او كمتدرب داخل مدرسة فنية، ايه اللي هيبتدي من اول رأسه الى الخوذة؟ لو بدأنا هنبدأ بايه؟ لو بدأنا بالخوذة. تمام. الخوذة دي طبعا هي ليها اطار داخلي. طبعا اطار داخلي لازم الاثنين مع بعض بيتوزنوا وزنة معينة، بحيث ان العامل او الطالب الفني اللي هيستعملها لما يلبس الخوذة ديت ما تأثرش، يعني تتحمل الصدمات لو حصل في اي شيء تتحمل الصدمات. تمام. طيب هنمشي بالوجه يعني لو قلنا بعد الخوذة. بعد الخوذة هل مفترض ياخد ايه مثلا؟ في نظارات الواقية. تمام. طبعا لو انا عندي مثلا طالب واقف على حجر جلخ آلة اللي هي بتطلع الرايش. احنا بنوضح بس لمشاهدينا. حجر جلخي مثلا واقف على مثلا مخرطة، في رايش بيطلع من المخرطة، فلازم تمام. يكون النظارة واقية للعين. تمام. في برضو بعض التخصصات بتحتاج لكمامة. تمام. زي النجارة. زي النجارة مثلا واللحام. وبعض التخصصات الكيمياء اللي فيها مواد كيميائية
بالنسبه للقفازات بقى اذا كان عايز قفاز مطاطي او كذا، لو جينا بعد كده للقفازات هنلاقي في قفازات دي تختلف، في منها جلدي، في منها شمواء تتحمل الحراره عشان اقسام اللحام مثلا، في منها قماش عشان يقدر الطالب يقدر يمسك المفتاح ويفك ويربط بيه. فالقفازات بتختلف انواعها حسب التخصص الشغل او حسب التدريب، حسب التخصص. طبعا احنا عندنا صوره، اسمح لي انا عايز اتفضل اعرضها على حضرتك، حطيناها كشموليه، يعني الصوره كشموليه. الصوره طبعا يمكن تكاد تكون معبره الا عن بعض التخصصات، يمكن حضرتك عارف ان تخصص مثلا تخصص اللحام المفترض ان ليه وجه او ليه ادوات معينه استكمال ليها، يعني يمكن لو حضرتك زي ما شفت معانا في الصوره زي ما حضرتك تفضلت الخوذه موجوده، وقلنا ان هي لا تستخدم لكثير من التخصصات، الكمامه موجوده، المرياله موجوده، القفاز، نوصل للاخر بقى يبقى اخر حاجه اللي هو طبعا عندي والمرايل والصداري، يعني الابرول ده الى نصل لاخر حاجه والصداري وطبعا اخر حاجه عندي السيفتي اللي هو الحذاء. الحذاء طبعا لازم يكون في بعض الاقسام يمكن كده بالذات لازم يكون حذاء سيفتي فعلا من الدرجه الاولى، اللي هو بيبقى ليه جزء معدني، جزء معدني قدام عشان لو عشان اي صدمة. جزء معدني على رجل الطالب او الفني يقدر يتحمل الصدمه. تمام. طب احنا خلينا صراحة، يعني كثير من المدارس في افتقاد، طبعا يعني في افتقاد للجزئيه دي. احنا بنتوجه بالامل، انا عايز يعني قدام اوضح يعني مدى اهميتها بعد اذنك، مردودها عليا، سواء الاول للبسي، يعني انا لما برتدي ملابس اكيد هتحافظ على ملابس، ايوه طبعا، وسواء بعد كده عليا كمحافظه شخصيه على عيني على صباعي. فحضرتك أنا عايز ادي الجزئيه دي للمشاهد الكريم. يعني انا يا ريت طلبه التعليم الفني بالذات يكون لهم لبس معين وزي معين يروح بيه الطالب ويرجع بيه، ده زي رسمي لطالب التعليم الفني، هو رايح العمل ورايح يتدرب وهيبقى في مكان عمل هيتعرض طبعا لاشكال كتيره من التدريبات، فلازم يكون الزي بتاعه زي متكامل، من الزي مناسب بحيث ما يبقاش فيه زياده في الملابس، ممكن مكنه من الاله او اله من الالات تخطف مثلا كم، يعني خلينا صراحه زي الجرافطه ما ينفعش على تتلبس على مكان فيه سيور او مكان فيه الات دواره، لانها ممكن تسحب معاه وبالتالي تسحبني تؤدي الى حاله الوفاه. طبعا حاجات كتير قوي لازم الطالب يرتدي الزي الكامل. طيب اسمح لي انا برجع برضك تملي بقول هي الاجزاء دي تكاد تكون توعويه الاول، يعني محاضرات توعيه وتثقيف، ثم بنود اقدر ان بيها اوفر هذه المستلزمات، ولا ايه رايك؟ لا طبعا، يعني الاول بنوعي وبعد كده يعني ان شاء الله في مصر الجديده اللي احنا مستنيين منها امل جديد ان احنا نوفر لطلابنا الامكانيات اللي هي يقدر يشتغل بيها ويقدر يتدرب بيها ويكون في احسن طبعا صوره. احنا بنشوف في دول الخليج طلاب دلوقتي بيتدربوا بزي معين وبلبس معين، احنا عايزين طلابنا يكونوا في نفس الصوره اللي احنا ان شاء الله يكونوا في باذن الله في مصر الجديده اللي احنا بنتمناها باذن الله. طيب استاذ ممدوح، لو قلنا ان المتطلبات الشخصيه ابتدت من الخوذه الى القدمين، الحذاء، طيب عايزين بقى المتطلبات العاديه اللي المفروض تكون داخل المباني سواء ورشه، معمل، ساحه، عايزين نحط كام يعني حاجه كده بند نقول ده الاساسي، يعني احنا مش عايزين نحط بنود كتير، احنا عايزين نحط بند اتنين نقول ده اساسي نبتدي نشتغل. يعني هو هي لو الورشه الفنيه او الورشه التعليميه او التدريبيه اللي احنا بندرب فيها الطلاب لو تحتوي على اجراءات الامن الامن والسلامه زي مثلا طفايات الحريق. تمام. انا اسمح لي في صوره كمان بمناسبه طفايات الحريق نعرضها بس بعد يعني دقيقه كده، اتفضل. وطفايات الحريق طبعا عندنا انواع مختلفه، وطبعا كل قسم بيحتاج لنوع معين من الطفايات. تمام. يعني مثلا الزيوت والشحوم وبتاع لو لا قدر الله حصل حريق ليها طفايات.
تمام. وعندي طبعا اغلب الطفايات او الاستعمال اللي هي سي او 2 اللي هي طفايات ثاني اكسيد الكربون. تمام. احنا بالمناسبه ان شاء الله هنفرد للحريق وانواعه باذن الله حلقه بحيث نوضح للساده المشاهدين فرق بين الطفايا دي وفيما تستعمل والفرق بين الطفايا. وطبعا لازم تتوزع الطفايات ديت في ارجاء الورشه بحيث تبقى سهله على المدرب والمتدرب ان هو يمسك الطفايا لو حدث شيء. طيب انا الصوره هي زي ما حضرتك بتقول اللي هو يعني الطفايه واستخدامها والتدريب عليها. يعني يمكن حضرتك تعلم بان الطفايات دي ليها وقت وبعدين مفترض بتروح تعمل لها صيانه او مل. والطفايات طبعا لازم تكون طبعا ليها صيانه دوريه. تمام. عشان ما يبقاش تبقى فاضيه تبقى فاسده او كده. لا لازم كل فتره بتشيك عليها نشوف اذا كان فيها. طيب الباشمهندس محمد شعبان كان برضك تحدث عن الليات الخراطيم المياه الحريق. طبعا بتقلي لازم برضو دي لازم صيانة موجودة طبعا موجودة وليها صيانة. ده في حاجة كمان مهمة دلوقتي في النظم الجديدة اللي هي أجهزة الإنذار. جميل. أجهزة الإنذار دي لازم يكون معاها بالكماليات. بالكماليات. لازم يكون معاها الكاسر. لازم يكون معاها الجرس. تمام. الكهرباء. لازم يكون معاها البخاخات اللي هي المية. بخاخات. تمام. المية. لازم يكون معاها الكاشف الإضاءة. ساعة ما بيحصل الحريق وانقطع التيار يبقى في الكاشف في الجرس. وممكن هذه الوحده تتصل بلوحه عند الحارس. تمام. يعني تمام. عن عشان المباني كبيره ممكن لا قدر الله يحصل حريق محدش ينتبه اليه. انما عند الحارس في اشاره معينه بتقول له. البلاد الاوروبيه وربنا ان شاء الله يعني يجعلنا زيهم باذن الله بيبقى في متصله بالطوارئ على طول بالدفاع المدني. بالدفاع المدني. تمام. ذاتيا. يعني احنا نتمنى ان شاء الله ان يكون قسمنا او الاقسام الفنيه مجهزه بهذا الجهاز اللي هو جهاز الانذار. وده عنده يعني جهاز مهم جدا دلوقتي في اي شركه او في اي قطاع حكومي او فني او لازم يكون موجود جهاز الانذار لانه بينبهنا بسرعه للخطر. وانا اعتقد ان سعره كمان مش غالي يعني مش غالي. ممكن يعني ممكن. وبجانب الطفايات الحريق لازم يكون في يعني الطفايات خلينا نتفق ان دي الاساس. طفايات وصناديق اطفاء وجلد الرمد طبعا الاساس. وجلد الرمد تبقى موجوده جنب الطفايه. تمام. وفي اماكن معينه وندي دوره تدريبيه للطلاب بصفه مستمره. تمام. على عمليه الاطفاء وعمليه الاخلاء. يعني كل دي اشياء ممكن احنا ندرب عليها اولادنا في المدارس وفي التعليم الفني بالذات لانه هو اكثر تعرض للخطوره بهذه الاشياء بحيث ان احنا نتلافى اي شيء ممكن في المستقبل يضر طلابنا. ونتمناها ان شاء الله زينا زي الدول المتقدمه في النهايه بنشكر التعليم الفني. في النهايه بنشكرك يا باشمهندس استفدنا من معلوماتك. اتمنى المشاهدين ان شاء الله ان هم يستفيدوا منها. اشكرك شكرا جزيلا على المعلومات القيمه. انا مشاهدينا الله يخليك يا فندم. مشاهدينا اتمنى ان تكونوا استمتعتوا معنا ببعض المعلومات القليله وان شاء الله نوعدكم في الحلقات القادمه ان احنا نفرد حجم المعلومات بحيث يبقى في استفاضه فيها وبحيث ان احنا نقدر ان شاء الله نفيدكم على الاقل بما بين يدينا من التوعية. ودي البداية والتثقيف للبعض اللي هو بيجهل أهمية علم السلامة والصحة المهنية سواء للبلاد أو للاقتصاد المصري والاقتصاد يمكن يكاد يكون العالمي. تحية طيبة ليكم إلى أن نلقاكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.